هلا بصفي خلينا معناته ما دام عرفنا هدول الالمنتس نروح على شيء اسمه موديفاينج تولز، لانه خلص انا عرفت هلا كيف استخدم ريفرنس بلينز، عرفت شو يعني ليفلز، عرفت شو يعني فيوز، وكيف كل فيو بيطلع مع الليفل او ما بيطلع مع الليفل اللي انا عملت له سواء كوبي او كرييت. خليني اروح على الجراوند فلور اشوف شو في عندي هون element في هذا الجراوند فلور. لو كبرنا السكرين هيك وجينا على الوول وعملنا اي وول موجود هون. هلا باي ذا واي اي اوردر موجود عندي في الريفت عشان اطلع منه لازم اعمل اما اسكيب او رايت كليك وكانسل، ومرتين اذا انا بدي اطلع من الاوردر نهائي، او مره واحده اذا انا بدي اوقف عمليه الرسم واكمل رسم شيء ثاني. يعني انا اخذت هلا وول رسمت صح، لاحظ ان انا مكمل. هلا اذا بعمل اسكيب لساتني انا في الوول، بقدر ارسم وول ثاني، اسكيب بقدر ارسم وول ثالث، بس دبل اسكيب طلعت من اوردر الوول كامل. سو ايذر انه هي وان اسكيب عشان اطلع من عمليه الرسم الحاليه واكمل رسم مره ثانيه بنفس الاليمنت، او دبل اسكيب على اساس انه انا اطلع من الاوردر كامل. هلا شو هم الموديفاينج تولز اللي كتير بستخدمهم وانا عم بشتغل في اي برنامج هندسي كيوزر؟ اشتغلت ماكس او اشتغلت اوتوكاد او اشتغلت ريفت او وات ايفر، في عندي موديفاينج تولز معينه هدول لازم دائما اكون انا بعملهم او بشتغل على اساسهم. موف، روتيت، كوبي، سكيل، اري، كلهم هدول موديفاينج تولز صح؟ او ترانسفورميشن تولز بينتموا لعمليه الموديفاي. سو اذا انا رحت على الموديفاي بانل، وهي هي طريقة التفكير انه اذا انا لسه بيجنر او نيو يوزر بالبرنامج، اذا انا ناسي التول وين مكانها، ايش اللي بدك تعمله؟ انا I need to modify the element to move it من هون لهون، او انا I need to move it so it is a transformation tools، والترانسفورميشن تولز يوجوالي هم تحت الموديفاي، سو بروح على الموديفاي عشان احاول ما انسى واضل متذكر المعلومة اللي انا بدي اشتغل عليها او مكان التول اللي انا بدي استخدمها. وانس رحت على موديفاي بصير عندي التولز موجودين في البانل اللي على السكرين. اول تول هي الالاين، بس راح اجلها شوي وراح اخذ مكانها الموف. هلا يوجوالي اذا انا عملت سيلكت على اي اليمنت باي ديفولت، اذا انا كليك هولد اند دراج راح احركه، كبست عليه وضليت كابس على الماوس وحركته من مكانه سو اتحرك معي الاليمنت. عشان هيك مرات انكونشسلي وانس اي كليك على الاليمنت بيتحرك، لانه اي جاست كليكت اند موفد. يوجوالي وانا بشتغل بسرعه كاركتكت بلاحظ ان انا مرات بكبس على شيء وبحركه من مكانه وانا ما بدي اياه يتحرك. في الريفت في عندي تول صغيره هيك اموره، شو بتعطيني؟ بتعطيني ability اني انا ما احرك الاليمنت وانس اي سيلكتد الاليمنت، بتعطيني ability انه الكبسه الثانيه هي اللي تحرك مش الكبسه الاولى اللي تحرك. فانا اذا حطيت الماوس هون شو بيحكي لي؟ دراج اليمنتس اون سيلكشن، هاي التول الصغيره اللي هي عباره عن موف كيرسر مع ماوس كيرسر، بتعطيني ability اني انا اذا عملت عليها اكس تمام، حكينا هذا السؤال بيطلع لي لانه لي اكثر من نص ساعه عم بشتغل وما عملت سيف. I'll cancel. So اذا انا عملت عليها الاكس الاحمر الموجود هلا على التول، وانس اي كليك لاحظ انه ايش؟ ما بحرك الاليمنت. I need to select the element بالاول بعدين بقدر احركه من مكانه. So on selection and I cannot drag. I have to select it first then I can move it. هاي واحدة من الأشياء اللي تخليني شوي ما أحرك الإليمنتس اللي أنا عم بعمل عليهم سيلكشنز، بس مرات برضو بيكون اليوزر عم بتربط إذا فعلها. يعني مرات بكون أنا فعلياً بدي أحرك الإليمنت مش أقعد كل مرة أعمل سيلكت بعدين مو. بس إن كيس اليوزر مرتاح في عملية إنه ما يعمل دراج أون سيلكشن سو فعل هاي الخاصية. معناته أنا هلا أول عملية أنا عم بعملها إنه دراج أون سيلكشن أند أي كان موف. إذا عملت سيلكت ما عندي اي شيء بيحددني ان انا اروح على الموف تول ان اوردر تو موف. طب ليه هي موجوده؟ ليش انا في عندي موف تول؟ اول شيء اذا انا جيت احرك بالدراجنج بدون الموف تول، انا ما عندي ابيليتي احط على الكيبورد رقم. انا هلا عم بكبس على الكيبورد وما بعطيني ابيليتي ان انا اعطي رقم عشان يتحرك بمسافه 4 متر لليمين او لليسار. هاي اول شغله انا ما بقدر اعملها اذا كانت دراج اون سيلكشن. الشغله الثانيه انه انا ما بقدر اعمل له سناب، يعني ما بقدر احكي له والله سنابت من الاند بوينت وحط لي اياه على الاند بوينت تبع الاليمنت الثاني. هلا اون ذا اذر هاند اذا رحت اخذت ام في او عملت كليك على الموف تول بعدين جيت على اي مكان في الاليمنت، بلاحظ انه هو اوتوماتيكلي عم بعطيني سنابس على هذا الاليمنت. فانا ان كيس بدي اياه من الميد بوينت من هذا الجدار عملت كليك عليه ورحت على مكان
تاني في الوول بلاحظ انه هو ماشي اورثوغرافيك صح؟ ما عم بمشي معي دياجونال. عشان يمشي دياجونال راح احكي له شيل الكونسترينتس، وبلاحظ اني انا خلال هاي المحاضره عم بروح كثير على الريبون الاخضر الموجود هون، ولازم اليوزر لبرنامج الريفت يضل دائما فاميليار ويضل عارف دائما انه في عنده هون خصائص او في عنده بارامترز بيقدر تو تيك او تو مارك او ان مارك هاي الاوبشنز. فانا راح اشيل الكونسترينتس، هلا صرت انا بقدر اروح فيه وين بدي بهذا الوول وامشي فيه باي اتجاه انا بدي اطلبه. بحكي له من الميد بوينت حرك لي اياه للاند بوينت تبع هذا الوول. سو اول عمليه انا استفدتها من الموف انه انا قدرت اعمل سناب من البارت اوف ان اليمنت لبارت ثاني. فاين. طيب بعديها انا هلا اذا بدي اعمل موف لهذا الاليمنت ام في واخذته من هاي البوينت لهاي البوينت، بلاحظ انه شو اعطاني هون؟ اعطاني ايرور. وهي ثاني خاصيه من خصائص الريفت وانا عم بشتغل عليه، سواء عم بعمل دروينجز او عم بعمل موديلنج او عم بعمل اديتنج او موديفاينج، انه انا عم بشتغل reminds me بالايرورز والورنينجز اللي ممكن تصير وانا عم بشتغل. once I moved an element هو اصلا joined مع element ثاني طلع لي مباشره warning او error. شو بيحكي لي؟ بيحكي لي اوكي اذا بدك تحرك هذا الاليمنت او تموف هذا الاليمنت انا I will not keep it joined مع الاليمنت الثاني اللي هو الوول اللي كان مرتبط فيه. سو انا لو حكيت له unjoined ما بتضرر لاني انا already عم بعمل موف للاليمنت من مكان لمكان ثاني. ولازم كيوزر احاول اني انا ما اخلي ولا warning بالفايل اللي عم بشتغل عليه عشان ما يصير الفايل تقيل. كيف اشوف الورنينجز او كيف احل الورنينجز؟ خليها لمحاضرات شوي قبل ما نصير فاميليار اكثر مع البرنامج. هلا if I want to move it مره ثانيه بقدر اصلا انا من الاصل احكي له disjoin. once عملت كليك على هذا الاوبشن هلا اي element هو مرتبط فيه اذا انا بعدته عنه ما راح يعطيني اي ايرور، لانه انا اوتوماتيكلي اصلا من قبل ما اعمل الموف انا حكيت له شو القرار اللي يتخذه، حكيت له اذا هو مرتبط بالاليمنت ثاني اعمل disjoin من غير ما تسالني. والشغله الثالثه اللي باخذها من الموف اللي انا اذا فعلت هاي التول انا اتحرك بمسافه معينه بدي اياه يتحرك بهذا الاتجاه 500 ملم او خلينا احركه 5000 ملم عشان يبين معنا شو اللي صار معه. هاي 5000 ملم فهو تحرك بالاتجاه المطلوب.